فندق الصفوة البرج الثالث. ظهر هذا الفندق منذ أشهر قليلة، والناس مش عارفة ايه فندق الصفوة البرج الثالث، وفين فندق دار الإيمان اللي بعد كورونا كان دار الإيمان. الفندق كان دوت الاستقبال بتاعه اللي قدامنا اللي أنا موضحه في الفيديو دوت كان فندق دار الإيمان رويال قديما قبل كورونا، وبعد كورونا كان اسمه درر الإيمان. طب ايه اللي حصل؟ ايه البرج التالت ده اجى منين؟ وفين البرج التالت دوت واحنا نروح له منين؟ دوت كما ترون كده استقبال فندق دار الإيمان رويال اللي هو كان درر الإيمان. طيب الفندق اتقسم إلى جزئين، ركز معايا كده، الفندق اتقسم إلى جزئين، جزء مغلق في الفندق اللي هو درر الإيمان، دي المصاعد المشهورة اللي كنا بنطلع منها لازالت شغالة بس بتخدم فندق الصفوة البرج الثالث اللي هو أصلا كان فندق دار الإيمان رويال زمان اللي هو كان درر الإيمان، تمام؟ طيب الاستقبال بتاعه فين؟ الاستقبال بتاعه أهوت، علشان تبقى عارف فين استقبال فندق الصفوة البرج الثالث. دوت استقبال فندق الصفوة البرج الثالث. حاليا مفيش حاجة مفتوحة في الصفوة غير أربع فنادق، تمام. الاستقبال هو زي ما انتم شايفين، ودي المنطقة المشهورة طبعا اللي بتنزلنا على ساحة الحرم، فآخر فندق وأبعدهم وربما يعني أفضلهم فندق الصفوة دار الغفران. انا بصراحه ما نزلتوش ومش منتشر في السوق المصري، يعني لو حد متابعني من مصر وبيشوف البرامج والاعلانات هيلاقي ان الصفوه دار الغفران مش في اعلاناتنا احنا، ايه مش في اعلاناتنا احنا كمصريين، تمام. ففندق الصفوه دار الغفران اهو دوت امامنا اهو. الله يحفظك، الله يكرمك، تعال نشم ريحه حلوه اهيت. جزاك الله خيرا. الصفوة هو رويال كما ترون مغلق، وحاليا يبقى آخر واحد كان في ظهري دلوقتي، آخر فندق أبعد فندق في الصفوة هو الصفوة دار الغفران. طبعا الصفوة رويال اللي كان جزئين وكان درر الإيمان، بعد كده دلوقتي بقى الصفوة البرج الثالث استقباله هوت، تمام. يعني الصفوة رويال بتاع زمان هو الصفوة البرج الثالث حاليا، تمام كده يا جماعة، عشان يبقى الموضوع ايه سهل. يتبقى الصفوة البرج الاول والصفوة دار الغفران.